خلاني أسرق، خلاني أكذب. أصعب شيء شفته في حياتي أن ولد عمي مات قدامي، مات من جرعة زيادة. آفة العصر وطاعون هذا الزمان يدمر الشخص ويجعله يسعى لتدمير غيره بمشاطرته نفس هذا السم. إنها المخدرات تؤثر تأثيرا بالغا على الشخص وعائلته، وبالمقابل على المجتمع. يستغل مروجو حالة الطلاب في هذه الأيام لترويج بعض أنواع المخدرات التي يزعم هؤلاء بأنها تساعد على المذاكرة والحفظ والاستيعاب والفهم، وتحرض على الدرس، وهذا وهم قاتل. ضعف الوازع الديني وعدم تنظيم الوقت والإهمال طوال السنة وأصدقاء السوء هي من أهم الأسباب التي أوصلت بعض الشباب إلى هذا الطريق المظلم. أعتقد أن هناك قضايا كبيرة ضبطت من خلال مكافحة المخدرات، تجاوزت تلك الكميات عن 2.5 مليون حبة، ثم قضية أخرى أيضا بتزيد عن 1.5 مليون. قبل فترة الامتحانات بـ2 شهر تم ضبط 6 من مروجي المخدرات خلال تلك الوسائل. أيضا كانوا، وحسب المعلومات الواردة منهم، أنهم كانوا يستهدفون فئة الطلاب للتغرير فيهم وإيقاعهم في تعاطي الحبوب الكبتاجون. آفة خطيرة جدا، وكما نعلم أنه ينشطون المروجين في مثل هذا الوقت ويختنسون الفرص نظرا لغياب ولي الأمر في فترات طويلة أثناء الامتحان. فيه معرض مقام وهو معرض دائم لتعريف أبنائنا الطلاب بأضرار المخدرات وما يمكن أن يصل إليها نتيجة التعاطي حسب نوعية التعاطي. يغيب عن الطالب أن استعمال هذه المواد يؤدي إلى إعاقات مستديمة تتمثل في الجنون والكثير من الأمراض النفسية التي يستحيل علاجها فيما بعد. هناك علاقة وثيقة ومتبادلة بين تعاطي المخدرات وظهور الأمراض النفسية، فتعاطي المخدرات قد يسبب في ظهور الاضطرابات الذهانية المصحوبة بضلالات وهلاوس، وقد تؤدي أيضا إلى أفكار انتحارية تؤدي بالمتعاطي إلى إنهاء حياته. جهود مشتركة لا بد أن تبذل، سواء من الطالب أو المدرسة أو العائلة والمجتمع، لدحض هذا الوباء القاتل الذي تعدى ضرره على المجتمع والوطن. لقناة عين طلحة المختار، الرياض.